شر لفيت ايضا الابكار الاذاع لشعارات اصحاب السمو الشيوخ. ينطلق هذا الشوط يحمل اسماء قويه وشعارات مميزة. هنا تعرف عنوان التحدي والمنافسة، تحدياتي وانطلاقاتي، شعارات أصحاب السمو والشيوخ وتحديات الإذاع. سن الإمتاع والإبداع الذي يأتي بالمنافسة ويأتي بتحدياتي. الأسماء المميزة والشعارات الرائعة والجميلة، شوط يحمل أسماء قوية، شوط يحمل شعارات صالت وجالت في ميادين السباقات وحققت الإنجازات. بداية مع المركز الأول ليتعرف على أيضا بدور من تأتي على المركز الأول لهجن الرياسة، سهيل بن أحمد بن دري الف فلاحي من يقدمها، يقدم لنا بدور، يقدم الشاهينية من تتقدم على المركز الأول. هناك الغدوم أيضا مع الشاهينية على المركز الثاني، تتقدم على المركز الثاني بشعار هجن الرياسة، يقدمها راشد بسم المنصوري من يقدم لنا شواهين على المركز الثاني، وأيضا شواهين على المركز الثالث لهجن الرياسة، محمد بن عتيج بن زيتون المهيري من يقدمها المجازف، يقدم لنا شواهين. المركز الرابع تدخلت بهذه اللحظات هملولة لهجن الرياسة القادمة بكل قوة، الحاضرة بالحضور المميز حمد بن سعد بن قذلة الأحبابي من يقدمها ويتابعها أيضا بالوصول. هناك أيضا القادمة وصلت بهذه اللحظات العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ويقدمها عوض بن مبارك بن سعيد المهيري القادم في متابعة العين في مراقبتها. هنا بهذا الانطلاق المميز وصلت أيضا هيبة لهجن انتاج أم الزبار جابر بن علي بن جابر النجم المري من يقدمها ويتابع، يتابع انطلاقته هيبة من الجانب الآخر. التسلل الملحوظ من شعار هجن الشحانية يتقدم بهذه اللحظات. هناك أيضا القادمة هي أيضا مطيلة الهجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل يقدمها أيضا في عملية التضمير. ووصلتنا أيضا مصيحة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري من يقدمها، وأيضا على المركز التاسع أو المركز الثامن تدخلت بهذه اللحظات اللي هي سجيل لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري، وأيضا من الجانب الآخر هملولة لهجن الرياسة وعلي بن مي اللهيبي من يتابعها. ولكن مشاهدينا متابعينا الأفاضل، هذه العشرة المراكز الأولى، هذه العشرة المراكز المتقدمة بهذا الشوط الباحثة عن الفوز، الباحثة عن الانتصار من تحفة ميادين السباقات، من ختامي المرموم الذي يجمع هذه الأسماء والشعارات المميزة. ولكن العين، العين والعيون تراقب، العين ما زالت على المركز الأول تتسيد الأبكار، تتسيد على المركز الأول على بداية الشوط لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عوض بن مبارك بن سعيد المهيري. ركز يا ابو مبارك من يقدمها ويتابع العين، يتابعها بالمتابعة الممتازة، يتابعها بالمتابعة الشيقة، والجماهير ايضا تتابع هذا الشعار، تتابع هذا الشعار العيناوي من يأتي على المركز الاول. لكن شواهين
لكن شواهين تسلل بن زيتون ليقدم لنا شواهين يتقدم بشعار هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. ركز يا أبو سعيد من يتابعها من يتابع شواهين. رابع المراكز وصلتنا مصيحة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. وأيضا الشحانية تتسلل هنا بالتسلل المميز مع سجيل لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران. من يقدمها؟ يقدم لنا سجيل. وأيضا القادمة هيبة قادمة لهجن انتاج ام الزبار جار الله بن علي بن جابر النجم المري. وأيضا الشاهينية أول ندى للشاهينية لهجن العاصفة وقيات الهلالي. يتابعها بعملية التضمير والأسامي قادمة. وأيضا وصلتنا هي الدانة لهجن سيح السلم خالد بن المر بن حلوة قادم أيضا. وهم الأولى قادمة لهجن الرياسة يقدمها الظافر علي بن يمي الوهيبي. ولكن مشاهدينا متابعينا الكرام ما زالت على المركز الأول أو التغييرات والتبديل هنا مع اقترابنا مع هذه الأسماء. سجيل غيرت الهجن الشحانية سالم جابر بن سالم بن فاران المري. و1200 يا من تسمع النداء يا من تتابع. ولكن هملولة لهجن الرياسة والظافر علي بن يميل الوهيبي بو سعيد من قدم مهدية يأتي مع انطلاقة هذا الاسم. ولكن التسلل من هجن انتاج ام الزبار مع هيبة هذا الشعار وانطلاقات هذه الأسماء. الله 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 في هذا الشوط. ولكن بن زيتون محمد بن عتيق بن زيتون المهيري تسلل مع شواهين. الله يا أبو سعيد أنت السعيد في هذا الشوط. ولكن اللحظات الأخيرة ولكن الله ما شاء الله شواهين دعم أيضا مع شواهين على المركز الثاني تعزيز للمركز الأول. سلامي عليك يا أبو سعيد سلامي عليك يا محمد يا بن عتيق يا بن زيتون يا المهيري المبدع دائما المجازف بمجازفاته. الله الله بالفعل ينعس السبق متخاويات. سلامي عليك سلامي يا الرياسة سلامي يا بن زيتون محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يضرب بيد من حديد يؤكد الفوز والانتصار مع المركز الأول والثاني يتنافس شواهين على المركز الأول. سلامي على العموم سلام للرياسة سلامي لك يا أبو سعيد يا محمد يا بن عتيق يا بن زيتون يا المهيري المركز الثاني أيضا الشاهينية الهجنة الرياسة المركز الثالث لهجن الشحانية المركز الرابع لهجن التاج أم الزبار المركز الخامس لسموش الهجن سيح السلم. تهانينا والناموس لهجن الرياسة وإلى المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدم فنونه وامتاعه مع اللحظات الأخيرة. هنا التوقيت الزمني وساعة وصول شواهين إلى خط النهاية معلنة الفوز والانتصار ومعلنة بطولة هذا الاسم والشعار التوقيت الزمني 9:07 من الأجزاء من الثانية. تهانينا للرياسة وهجنها وإلى المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من قدمها أبو سعيد مع الفوز والانتصار المركز الثاني. أيضا 9:03 من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة تهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري من أتى أيضا على المركز الثاني تعزيزا للمركز الأول. المركز الثالث وصلتنا لهجن الشحانية اللي هي أيضا توقيت 9:04 من الثانية أيضا نيابة لهجن الشحانية. أيضا جاي زار الله بن طالب بن عقيل. تهانينا والناموس للجميع على الفوز والانتصار.